السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما نشرت الفيديو اللي قلمنا فيها النباتات وظللناها حصلت بعض الأسئلة، وكان في أسئلة من قبل بعد على موضوع تفصيل نظام الري اللي عندي أو التنقيط اللي كان عندي. وطبعا أشكركم أنتم المشاهدين على موضوع أني ركبت نظام الري، لأنه كان اقتراح من أحد المتابعين أو المشاركين. كذا شخص سألوني، لكن في شخص يعني زرع الفكرة في بالي، وكان السبب أني أنا ركبت نظام تنقيط حق المساحات الأربعة اللي تعرفونها. فراح اليوم نتكلم عن أساسيات جهاز تركيب نظام تنقيط عندنا في البيت، والأشياء اللي لازم نعرفها والمواد اللي نحتاجها. أول قطعة راح أتكلم عنها اللي هي الجهاز اللي ينظم لي عملية الري بشكل أوتوماتيكي. طبعا أنا ما قاعد أقول أن هاي شيء ضروري 100%، ولكن اللي حاب أنه يعتمد على جهاز أنه ينظم له الري بشكل أوتوماتيكي، بدل ما أنا كل يوم آي وأشغل وبعدين أسكر بوقت معين، مجرد أبرمج هذا الجهاز كم مرة في الأسبوع أبغي يشتغل والفترة اللي أبغي يقطر لي الماء. الفترة هذه راح أربطها في قطعة ثانية راح نفهمها بعدين، ولكن أنا ممكن أغير يعني انتظام الري حسب المواسم. يعني الحين لأنه بدأ يدخل علينا الصيف، فأخليه يروي مرتين في اليوم لأنه تنقيط، كل مرة ينفتح النظام يوفر 90 دقيقة من التنقيط. 90 دقيقة من التنقيط. في البعض راح يسأل كمية الماء كم، راح أرجع لها وأبينها حسب القطعة الثانية اللي راح نتكلم عنها اللي هي القطارات. هل كل الأجهزة مثل هذه؟ لا، في أجهزة مثل هذه اللي هي بسيطة، وفي أجهزة اللي تكون بشكل ديجيتال أو رقمي، كلها تشتغل على بطاريات طبعا، وفي أجهزة تشتغل على الطاقة الشمسية. أنا ما حصلت محليا اللي تشتغل على الطاقة الشمسية، ولكن موجودة على النت، ممكن نطلبها اللي تشتغل على الطاقة الشمسية، موجودة ومتوفرة. بس مجرد راح أبين لكم التركيبة اللي عندي هني. هذه القطعة هي من الجهاز نفسه، فعلى أساس أثبتها على الحنفية هذه أستخدم اللي هو الشريط الأبيض اللي نستخدمه في تسليك الأنابيب وكذا اللي في البيت، على أساس تصريف الماء وكذا ونوفر الماء في البيت، فهذه نحصلها في أي محل من معدات البناء بشكل رخيص جدا. فهذا الجهاز يركب، وبعدين عندي هذه القطعة، هي قطعة مثل هذه، قطعة مثل هذه اللي نحصلها في محلات المراكز الزراعية أو محلات الكبيرة اللي توفر لنا كل المعدات. فهذه تركب بهذا الشكل، هني تركب، وبعدين هذه القطعة اللي هي مثل تكون مثل هذه القطعة، مجرد تركب بهذا الشكل وتنشال بهذا الشكل. ومنها بعدين هذه القطعة اللي هي هذه عشان أشبك فيها الهوز أو الخرطوم أو اللي حسب الاسم اللي عندنا في البلد، ونسلك في النظام اللي نبغيه. راح أبين لكم بعدين تشكيلة النظام والقطع الثانية اللي ممكن نستخدمها. طيب، القطع اللي راح نستخدمها أو نشتريها على أساس لما نركب نظام ري بسيط أو نظام تنقيط بسيط، طبعا راح نحتاج الهوز أو الخرطوم أو اللي. اللي حصلته أنا إنه يا إنه في ربطة تكون 25 متر أو 200 متر، فأنا أخذت كذا ربطة من 25 متر لأني ما أحتاج 200 متر. 200 متر جدا كثيرة على احتياجاتي، حديقتي مو بكبيرة. 25 متر أخذت أعتقد قطعتين أو ربطتين منه، ف 50 متر كفتني، وهذه زيادة بعد. الشيء الثاني اللي هو هذه الأداة اللي تقطع فيها اللي بشكل مستقيم بشكل نظيف، مو بأساسية، ولكن أنا بالنسبة لي أستخدمها لأن أستعمل أنابيب ثانية. تكلمنا عن هذه اللي هو الشريط الأبيض اللي يستخدم على أساس ما يسرب عندي النظام لما أو الجهاز الإلكتروني لما أثبته على الحنفية، أساس يوقف لي أي تسريب من الماء. القطع اللي راح أحتاجها على أساس أركب الجهاز أو الهوز في بعضه أو اللي على أساس أوصل الشبكة نفسها، راح أحتاج هذه القطعة اللي تكون بشكل متقاطع على أساس أتفرع منها، فيكون هني مثلا، بعدين أقدر يعني يكون عندي بهذه الطريقة أدخل هني وبعدين أقطع قطعة وأوصلها من هذه الجهة ومن هذه الجهة، فيصير عندي نوع التفرع.
أي تفرع أستخدم له هذه. في عندي أيضا القطعة هذه اللي أسد فيها القطعة النهائية أساس لما أوصل آخر الخط أسدها وما يطلع الماي وينهد. فهذه في ناس نوع اللي تجفس الخرطوم وتربطها، أنا ما أحب هذه الحركة لأن مع الوقت إذا الربطة تبطلت الماي راح يعني ينهد في الحديقة وصار عندي خسارة. فهذه بطريقة أحسن، وهذه القطعة رخيصة جدا يعني، فما نسترخص يعني، كذا قطعة راح تحل الموضوع. في عندي هذه القطعة أيضا اللي هي تكون بزاوية قائمة حساس لو احتجت أني أنحني، ما أبغي أتفرع بس أبغي أنحني، فعندي هذه القطعة أيضا أستخدمها حق الزوايا، وعلى أساس لو بغيت أسوي شبكة مربعة أستخدم هذه أربع محلات أسوي منها مربع أساس تنحني. في قطعة ثانية ما عندي منها هني اللي تكون مفتوحة من الجهتين، هذه مجرد على أساس أوصل قطعتين من اللي أو من الهوز أو من الإنبوب، لو احتجت أمدد قطعة أشبكهم في بعض فيصير في بشكل محكم القطعة تكون مفتوحة من هذه الجهة ومن هذه الجهة تدخل هني، وأشبك الهوز الثاني أو اللي الثاني من الجهة الثانية، فيصير عندي توصيلة أن أشبك قطعتين في بعض. هذه ما عندي منها القطعة اللي أتكلم عنها، ولكن أستخدم هذه القطعة مجرد أن أبين لكم إياها. إني حق القطعة المهمة اللي هي القطارات. لما نشتري القطارات هذه طبعا تقطر من جهة واحدة، في أنواع تقطر من أربع أو ثمان جهات، حتى في أنواع مختلفة. اللي لقيتها أكثر شيء متواجدة في السوق اللي هي هذه اللي تقطر من محل واحد. لما أني نختار القطارات هذه لازم نعرف أنه في أنواع وفي اختلاف للأنواع. هذه النوع يقطر 4 لتر في الساعة، 4 لتر في الساعة، يعني هني مثل ما ذكرت لكم أهمية أن احنا نعرف التوقيت اللي حطيناه على الجهاز، لأن 90 دقيقة معناته كل قطارة راح تنزل لي 6 لتر ساعة، فأربعة لتر زائد نص اللي هو 2 فيصير عندي 6 لتر. في نوع في الساعة ينزل 6 لتر، وفي نوع اللي هو ينزل 8 لتر في الساعة، وألوانها تختلف طبعا هذه حسب النوع والشركة، ولكن لازم نسأل كم لتر في الساعة تنزل هذه القطارات على أساس ننظم احتياجاتنا. أنا وقت اللي شريتها هذه ما حصلت 8 لتر، ولكن عندي نظام ثاني ركبته في مكان ثاني ركبت عليه 8 لتر لأن أحتاج تنقيط أحسن من الأربعة لتر. الأربعة لتر لازم أفتح النظام فترة أطول، فلازم نعرف نوع القطارات. طيب بالنسبة للقطارات، أنا إذا ما حصلت هذه القطارات عندي في المراكز الزراعية اللي عندي في المنطقة اللي حواليني أو قريبة مني، هذه القطارات نقدر نحصلها في علي إكسبرس، وراح تبين لنا الكميات اللي تقطرها في الساعة، وسعرها جدا رخيص، ولقيت ان السعر تقريبا نفس السعر اللي حصلته في البلد او شوي ارخص حتى، وتنباع بالمئة حبة، فنحصلها بسعر رخيص ممكن على النت عن طريق علي إكسبرس ممكن نطلبها منهم. راح ارويكم الطريقتين اللي ركبتهم عندي هني في الحديقة بس علشان اشرح لكم، وراح اتكلم عن توزيع القطارات. مثل ما ذكرت في الفيديو اللي فات عندي خطين ماشيين هني في هذه المساحة اللي فيها 5 نبتات فلفل تباسكو. فمثل ما احنا شايفين عندي القطارات مشاهدة جهات متعاكسة، هذه بس على اساس انه لان عروج النبتة ايضا راح تنمو بهذا الاتجاه، فاحتاج شيء يرويها من هذه الجهة ايضا، فنحاسب لما نحط القطارات بهذا الشكل. نلاحظ الحين الجهاز شغال، ولكن التنقيط يعني جدا خفيف لان هذه مثل ما ذكرت لكم 4 لتر، لو كانت 8 لتر راح يكون التنقيط بشكل اقوى وراح نلاحظه بشكل اكثر. نقطه مهمه نلاحظها لما اني نركب القطارات، طبعا لما نركب القطارات ممكن نستخدم مسمار، مجرد نثقب الهوز او اللي ونركب القطعه هذه نضغطها، ولكن لازم اقول لكم هالشيء، تركيب القطع هذه فعلا شوي يتعب اليد، يعني شوي يابسه وجامده يعني، فتعور اليد شوي. يعني انا لما خلصت هذا النظام كله في يوم واحد فعلا يدي كانت تعورني، لان الضغط اللي نضغط عليها ساعات بعضهم ما يركبون بشكل مباشر، شوي لازم نضغط عليها بالقوه عشان تركب، ولكن الحمد لله تركب، ولكن قصدي ان التعب اليد في التركيب، ولكن تعب يوم واحد يريحني اشهر قدام. فاللي كنت بقوله بخصوص القطارات ما نركبها بهذه الطريقه، هذه انها تكون شوي مرتفعه،
تكون مايلة إلى اتجاه الأرض على أساس التنقيط يكون أسهل على الأرض. في هذه نلاحظ أن الماء قاعد يتجمع هني عندي وبعدين ينزل، فما قاعد يقطر بشكل سلس مثل هذه أو هذه، لأنها صايرة على حد الأرض أو في اتجاه الأرض. هذه شوي مرتفعة صايرة على فوق شوي، هذه ركبتها أنا غلط. أيضا شيء ثاني اللي راح تلاحظونه أنه لما تفتحون اللي أو الهوز أو الأنبوب هذه راح تلاحظون أنه ما يعني متقوس، فعساس نثبته نخليه في الشمس راح يلين شوي مع الشمس. ولكن لما نمد الأنابيب كل اللي سويته أخذت قطعة من الواير أو السيم أو كذا قوستها بهذا الشكل وبس أضغطها في الأرض عساس تمسك الهوز أو اللي في مكانه عساس ما يتحرك ويتقوس مع يعني الحركة أو بسبب التقوس اللي هو ماخذه. فهذه بالشكل المستقيم عندي، فمثل ما بينت أنه حطيتها بشكل متفاوت على أساس أنه تروي الجذور بأكثر بالاتجاهات كلها تقريبا بقدر المستطاع. راح أراويكم الطريقة الثانية اللي ركبتها حوالين نباتات أكبر ومحتاجة تنقيط بشكل ثاني. فمثل ما احنا شايفين هني عندي هذه اللي هو الخط الرئيسي، وهني في وصلة تفرع منها وهني وصلة ثانية، ولكن هني حطيت نوع الحلقة أو الدائرة وكلها قطارات. طبعا هناك عندكم شوي اندفنت بالأوراق ولكن ما عندي مشكلة. هذه جهنمية قديمة عندي صار لها فترة، فحطيت لها قطارات في كل الاتجاهات، وعندي جهنمية ثانية عالجتها بنفس الطريقة، حطيت لها تنقيط بنفس الشكل حاواتها وحطيت لها قطارات على أساس أن جذورها تتشرب الماء وتحصل على كمية من الماء من جميع الاتجاهات، لأن لاحظت أن في جهات تكون رطبة وفي جهات تتجف بسرعة. هذه الجهة عندي تجف بسرعة أكثر من هذه الجهة، فحطيت لها دائرة وقطارات من جميع الجهات. هذه أيضا عندي ليمونة، شجرة ليمون، سويت لها نفس الطريقة ولكن قطاراتها على 8 لتر. فيعتمد على النباتات وعلى تخطيط الحديقة عندنا، نخطط نظام التنقيط عندنا حسب احتياجاتنا. يعني ممكن ان احنا ايضا نشتري قطارات مختلفة، يعني 4 او 6 او 8 حسب النباتات. ممكن انا عندي نباتات تحتاج ماء كثير فاركب لها 8، وعندي نباتات تحتاج ماء قليل مثل الصبار وغيره اركب لها 4 لتر واخليها. فممكن ان انا ايضا في الحديقة احتاج اشكل القطارات، فنحط في بالنا احتياجات النباتات. ما نقول على طول ان الاكثر هو الاحسن، لا، انا لو ركبت قطارات 8 لتر حق الصبار ممكن انه يسبب لي تعفن وتموت النبتة عندي. فهذه بشكل مبسط حبيت بس اراويكم ان الموضوع جدا بسيط، تركيب نظام تقطير في البيت الكل ممكن يسويه حق اللي عنده مساحات. وايضا راح اتكلم معاكم على موضوع شيء انا ما سويته ولكن ممكن ان نسويه في الاصايص. في سؤال ايضا اتوقع البعض راح يساله، هل ممكن انا اوصل الاصايص اللي عندي في نظام التنقيط اللي عندي؟ نعم ممكن، ولكن ما راح استخدم الخرطوم او الهوز او اللي اللي بيناه في البدايه، راح استخدم شيء مثل هذه اللي هو 4 ملي، يكون 4 ملي، يكون اسود، لازم يكون لون غامج ما يدخل النور، ما يكون ابيض او شفاف لانه راح يسبب لي نمو للطحالب، فلازم يكون لون يعني معتم يعني ما يدخل الاضاءه. طيب لو ركبته، انتم ملاحظين هني ان انا مركب قطاره مثل هذه، هذه راح فقط تقطر في مكان واحد اللي هي هذه، مجرد سهم ومجرد ادخلها في التربه واوصل فيها الخرطوم وانتهى الموضوع. توصيل هذا الخرطوم راح يكون في الهوز او اللي الاساسي الاسود، ولكن نستخدم قطعة توصيلة تكون 4 ملي. في توصيلات 4 ملي تركب في يعني تكون نفس هذه الطريقة، نفس هذه القطعة من هذه الجهة ولكن من جهتين، يعني نفس القطعة من جهتين على اساس تركب في الخرطوم او اللي او الهوز اللي هناك، وبعدين تركب هذه القطعة من هذه الجهة الثانية. يعني تكون من هذه الجهة نفس هذه القطعة من جهتين، فعساس نوصل وبعدين نوصل هذه وبعدين نمد الخرطوم هذه ونوصله في الأصيص. ممكن نستخدم هذه الأسهم
ولكن في حالة تأسس كبير مثل هذه ممكن أحتاج 4. أو طبعاً ما راح أستخدم هذه القطارات، مثل ما ذكرت في القطارات اللي تقطر من 4 أو 6 جهات، نوع اللي كأنها تصير نافورة يعني ترش ماي، هذه أحسن. لو أحصل منها تكون أحسن، أنا ما حصلت منها، ولكن مثل ما ذكرت لكم موجودة في علي إكسبرس، ممكن نطلبها بالمئة حبة أو أقل حتى، وجداً رخيصة وغير مكلفة. وهذه اللي أيضاً أو الهوز ممكن نحصلها أيضاً في علي إكسبرس، أنا طلبتها من علي إكسبرس، سعره جداً رخيص، مجرد تركب هذه القطعة فيه بهذا الشكل، وفي لها نوع القطعة تمسكها ونثبتها، أو حتى ممكن أنه مجرد أنه نثبتها بقطعة من السيم أو الواير، ولكن في لها قطعة إذا حبينا نشتري القطعة ونثبتها على أساس أنها ترش بشكل مثل النافورة يعني، فهذه موجودة أيضا يعني. فممكن أن أيضا إحنا نوصل الأصائص بنظام التقطير، ومثل ما ذكرت أن نتحكم في كمية التنقيط بالقطارات اللي نشتريها حق الأصائص. أصائص مثل هذه ما عندي أي مشكلة أن أنا أركب لها 8 لتر قطارة. فأتمنى أن هذه الفيديو استفدتوا منه، ولو أنه بشكل مبسط وبشكل سريع، عن نظام التنقيط والتقطير اللي يكون عندنا في البيت. ما حبيت أفصل فيه كثير، لأن كل بيت وكل حديقة راح تختلف، والتركيب والاحتياجات راح تكون مختلفة، ولكن حبيت أبين لكم بعض الأساسيات اللي ممكن تستفيدون منها على أساس لما تيون وتركبون نظام التنقيط اللي حاب يركب في البيت ممكن يستفيد منها. وإذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار بخصوص التقطير أو التنقيط أو أي موضوع ثاني، ممكن تتركونها في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن. وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، في أمان الله.